وين كنت انت بزنس مان لك؟ والله عندي شغل. شغل شلون؟ خلينا ودانا مع رزان. مع خالته رزان. لا عدنان مع خالته رزان. واضح انه نام الشبع رسمي. ما كم الساعه 8 خلاص سند. ودانا نعم يا ماما تيابك مع خالته حسان نروح عشان اروح اقول لي هذا واقف وراك شفته وراك لينا وشفته وعشان اروح هون هدول مين لسند عطى الشوخي لسند قول لا تو حسن يلا تعالي جيبي زيدانا وزينة ولا اشتقت لهم انا عمرها ما اجت اضافات يا حسن اسم الله عليها دائما بتيجي شايله ومشايله والله مو مقصره ابدا يا حبيبي كل مره بتجي ما بتقصر ابدا والله الله يرضى عليها ايش يا ماما ايش يلا قول رح روح يا حصوم بقل امك الروح احسن الروح برافو قولوا شفتوا الهديه يا سلام اشوف الشعرات قول الفرقه مين عامل لك اياها عمو عصوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تعالوا مع بعض النهارده نعمل ملطو او القرص الطريه زي ما تحبوا تسموها طبعا حطينا معلقتين نص كوبايه لبن ومعلقتين خميره ومعلقتين سكر وقلبناهم ونسيبهم يختمروا على جنب وكمان هنجيب السمنه بتاعتنا نص كوب من السمنه وهنقلبه كده مع الحليب بتاعنا والحليب بيكون دافي وضفنا كمان كوباية من الزبادي وكمان ضفنا الدقيق بتاعنا تدريجيا احنا بحوالي بناخد كيلو من الدقيق وضفنا نص معلقة بس من البيكنج بودر والوقت بندخل الخميرة بتاعتنا في العجينة بعد ما قعدنا نعجن فيها اكتر من 10 دقايق واخر حاجة عملناها حطينا معلقتين من الزبدة ورجعنا عجناها تاني لمدة 5 دقايق وهنسيبها الوقت لغاية ما تخمر التمر وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه طبعا الخميرة اختمرت ويانا هنبدأ نقطعها قطع صغيرة قد البيضة كده والكون قطع متساوية طبعا العجينة ناجحة ويانا هيت والوقت معانا حشو شوكولاتة وكمان اي نوع جبن عندك هنفردها بالشكل ده هعمل معاكم كم واحده كده هنضيف طبعا الجبنه وهنلفها زي رور كده وهنعمل التانيه بالشكل اللي انتوا شايفينه لغايه ما نخلص الكميه بتاعتنا وطبعا في شكل تاني هوريكم الوقت هنعمله ازاي طبعا عملت صينيه اهيت الشكل التاني هنعمله وياكم برضك اعمل معاكم كم واحده كده هنفردها على هيئة دايرة وهنلفها بعد ما نضيف فيها الشوكولاتة أو الجبنة وهندف ونقطعها بالسكينة من الأطراف وهنلفها بالشكل ده طبعا هنخلص الكمية كلها بالشكل ده وهنسيبها طبعا تختمر لمدة ساعة أو اتنين حسب الخمر بتاعها وبعد ما تختمر ويانا هندهنها طبعا بحليب وبيض أو بالشكل ده طبعا اللي معموله بالجبنه هنرش عليها سمسم واللي معموله بالشوكولاته هنسيبها ساده وده كان الشكل النهائي للقرص بتاعتنا او الملطو بتاعنا يا رب الفيديو النهارده يعجبكم وان عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.